اصلا انا خصني ندعيك على هادشي. واش انا سنعرفك؟ سنعرفك خويا. وانت كتعرفني؟ ما سنعرفكش. ايوا ما تعرفنيش. هو صافي راه جاي حدايا. وانت كتعرفني؟ لا ما سنعرفك. واش كتقولها لي؟ انت تتعرفيني؟ واش كتهضر معايا اصلا؟ علاش كتهضر معايا؟ وانت اللي جيتي تقولي تقاصرك. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لا فيديو ديال اليوم غادي نمشي عند الناس وغادي نقول لهم اش هاد الريحال فيكم، راه تقاشركم خانزين. غادي نشوفوا الرياكسيون ديالهم كيفاش غادي تكون. فما تنساوش تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الرياكسيون ديالهم، وتابونوا في لاشين وتفعلوا الجرس باش اي جديد ديالي توصلوا به، وخليوا لايك الى عجبكم الفيديو. لاباس؟ الحمد لله. هاني اخويا لاك السبيطه. عادي. شكرا. خويا عفاك هذا بحيت جلست ما عرفتش كيفاش غنقولها لك، حشمت التعصب ولا شي حاجه. عادي هذا. عادي نهض راحتي نقول داكشي اللي في قلبي زعما، ما تقلق ما والو. لا عادي. واخا الصراحه ما بغاتش تخرج ليا، ولكن غنشوف غنحاول كيفاش نقولها لك. عادي دابا فاش جلست، فاش جلست هنا حتى غنحش بصراحه ما قدرتش نقولها. لا عادي قولي. ما تخش من زعما شي موقف ولا تقول لها حق هادي، راه كنقول غير الصراحه زعما ما غاديش نكذب عليك ولا نزيد عليك شي حاجه. لا لا ما قدرتش الصراحه نقول. دابا فاش جلست كنشم شي ريحه خايبه. اه بحال ريحه التقاشر. بغيت نسولك زعما واش التقاشر كما بدلتيهمش ولا شي حاجه؟ لا زعما التقاشر انا. اه زعما واش التقاشر كما بدلتيش حيت طلعت مع واحد الريحه، واحد الريحه شميتها خايبه. تقدر تكون انت تسميها بشي حاجه هنا. راه الشجر كيديروا التقاشر؟ الشجر ولا لا ماشي الشجر، تكون شي حاجه هنايا. الحجر؟ الحجر. الحجر كيديروا التقاشر؟ اه. كضحكني الصراحه. لا خويا راه ما نقدرش انا ريحه التقاشر راه باينه، انا كنشم ريحه التقاشر. ما يقدروش يكونوا التقاشر ديالك؟ لا. اش هاد الاهانه دابا؟ وانت تتقولي تقاشر. شوف البياض ناصع، شوف البياض. انا هما بياض ناصع. لا خويا انا ديالي شحال البواك ديالي على ديالك راه شاحتي مساكن بقوة التصبين. يعني بحال هنتيني دابا. كيفاش بحال هنت؟ لا لا انت خويا اللي هنتيني كتقول لي تقاشر. لا انت جلستي بحال هكا تتقول لي تقاشر هكا تتمشي. انا جلست اخويا نرتاح من الشمس ودراتني في راسي، ساعة جيتي زدتي دوختيني ديك الريحة. شحال البلاصة وانت بانت لك هاد البلاصة هادي؟ خويا بانت لك شي بلاصة خاوية؟ راه هما البلايص طلع البلايص بانت لك هنايا هاد البلاصه هاد. لا خويا هنايا هنايا فين كاينه الظليله تما كلشي. سير خودي راسك انت كتقولي تقاشر. خويا بغيت نقول لك راه دوختيني بديك الريحه، هاد المره بقات تبدل تقاشرك عاد تخرج. الا دوختك سير راه هما البلايص لي. كانت تكون بنادم الناس ما كتقبلوهاش، ما فهمتش انا كيفاش كديروا تعيشوا. اختي انا هاكا اصلا من الاحترام فاش يهضر معاك بنادم بقى تحط التليفون. ها هو تيفي هضري. مازال تشمي ريحه؟ اكثر باش كتبقى تحركهم كتطلع ومع الصاد. اه طرات عليك هاد الريحه؟ طراتني فراسي مع الشمس النيس. شوفي لك شي بلاصه احسن لك باش ما تسميهاش. لا خويا راه انا جالسه هنايا، انت بغيتي تبدل البلاصه نوض. انا نكلي بحال هكا دابا مزيان خويا. انت واخا تمشي تل عرفتي انا نقولك واحد الحاجه، نقولك واحد الحاجه راه واخا تمشي حتى ما نعرف فين. اه دابا حنا ساكنين في مكناس. اه واخا تمشي حتى لحاج قدور غتبقى هاد الريحه خويا عاطيه، وسمح لي على هادشي اللي كنقول. تسميها دابا انت بحال فين تتسكنيتي؟ واش شغلك؟ انتي ما شغليش شي سيري بحدايا. لا دابا راه بصح كنسولك واش في شغلك؟ اوف 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 يا ربي اللي في صغير وغنصدو على هاد الريحه يا ربي غنتخلق غنموت. اخويا واش ما دوختكش الريحه ولا مولفها؟ مولفها انا اخويا دابا راه كان كيضرني نيفي بالريحه دابا راه شو يعني دمعوش دمعوا لي بالريحه. عطاك كنين اخويا نوض لداركم سير بدل تقاشر. دابا واش داير دابا انت علاش جالس هنا شكون كتسنى؟ سوقك انت فاش تسنى؟ خويا الا كتسنى شي واحد ولا شي وحده راه غدوخو من هاد الريحه. اللهم انا جيت سلطني عليك الله باش نقول لك هاد النصيحه هادي. هما متقبلين وتمشي تجبد لهم. هما متقبلين انت ما متقبلاش هما متقبلين متعود يعني. اه
اخويا راه الحال صعيب خويا وصل الداخل ما عندكم الجابيل في الدار رد راسك حماق زعما يا ربي اش درت في حياتي تتخرج حدايا هذا اختي فرعتي لي راسي خويا راه انت ما قلت حتى انا اللي فرع على راسي بهاد الريحه هادي ها الطنطون ديال راسي كيتنطر هاكا بحال راه بيته في شي عرس انت راك كتستام ديك الريحه راك الريحه راه خانزه واهي خانزه دابا شنو شري لي تقاسمتي من عندك صافي خويا كي دايرين باك ب 10 دراهم فيه ثلاثه ديال التقاشه في الابيض وفي الكري وفي الكحل ما عنديش هذاك 10 دراهم ما عنديش هذاك 10 دراهم تاع صافي صافي دابا نعطيها لك راه انا كنتسنى شي ناس يجيبوا لي شي واحد شي صريف وغادي نجيبو نعطيها لك في سبيل الله صافي المهم المهم ما تبقاش بهاد الريحه هذه واخا واقيلا يمكن المشكله عندك في الرجلين الا بغيتي عندك واحد الوصفه كيحيدو منها كتحيد الريحه من الرجلين حيت واخا تبدلت قشر الا كانت المشكله في الرجلين راه تخنز كلشي وديك الوصفه ما تشربيهاش تقصي شويه من الهضره حرام عليك والله حتى حرام عليك دابا خليتيني ساكته شو شحال شي 20 ثانيه وانا ساكته بهاد الهضره اللي قلتي لي اختي نبدل البلاصه فرعتي لي راسي اجي فين غادي زناب هيا هذاك ها خويا بعدتي علينا البلاصه اخويا بعدتي علينا البلاصه معذبني معاك علاش هاد العذاب اش ما مفكاش مفكاش مالياش بغيت عندك اخويا تحزي ليا الله الله شوف انا كنقرب منك وريحتك خانزه بالتقاشر شوف الله صيفطني عندك باش ندير فيك هاد الحسنه هادي وعندك وصفه تحيد داك الخنز من رجليك شنو هي هاد الوصفه يلا انا باغي هاد الوصفه صافي صافي حتى نفكر ونقولها لك كنا خويا جالسين في الظل وجايبنا لهنايا الشمس صافي سير الظل واش اخويا معذبني اصلا انا خصني ندعيك على هادشي واش انا سنعرفك سنعرفك خويا وانت كتعرفني ما سنعرفكش ايوا ما تعرفنيش هو صافي راه جاي حدايا وانت كتعرفني لا ما سنعرفك واش كتقولها لي انت تتعرفيني واش كتهضر معايا اصلا تعرفيني علاش كتهضر معايا وانت اللي جيتي تقولي تقاصر خويا براك واش تعرفيني خويا كتبقى تصدق واش تعرفيني واش تعرفيني انا بغيت نجلس هنايا انت كتعرفني وانا كنت جالس لي تابعاني لا وما تهزش عليا صوتك كبرتو جبنا خويا وكلتك الله جايبني هنايا الشمس تنطنط لي راسي الشمس تنطنط لي راسي يا ربي غير يا اختي غير يا كيفاش غير يا اجي نشوف بعدا داير ليكرون داير ليكرون بعدا حيت راه الشمس واش داير ليكرون لوجهك دايره انت حيت شفتي دوب لك على وجهك خويا غير اللي ما بغاش يدبر انا ندوب كامله انا بهاد الشمس ناري على بويت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دابا شنو واش غتسنى معايا الناس باش نعطيك الوصفة ديال صباطك وديريها لوجهك هذيك الوصفة ديريها لوجهي على مال وجهي على مزديناتو اختي راه طالع لي الدم ما تزيدينيش وين كلكم طلع لكم الدم خلق لكم البابر اللي جلست حداه يقول لي طالع لي الدم حاول حاول تفوجوا شويه حاول تضحكوا حاول نتوما غير مغوبشي واش باغاني نضحك وانت جايه تقولي تقاشرك ولا ما كنت تخزز عليا واش تخزز عليا والله الا كنت مثلا عرفكش باش تخزز عليا وانت ها عينيك تخززهم عليه صافي غيره غيره صحش معاكم النصيحه صراحه ما خص شويه ديال الفيتامينات اللي من الشمس ويمشي بحالاتي ماشي انا فيتامين كتعطي الشمس فراسك راه حرام راه حشومه تعطي للناس بالظهر من الادب واش نعرفك واش نعرفك واش صافي مش تعرفني ما تعرفنيش وانا كنعرفك وصافي غيري يا دابا وانا اصلا مغيره عشان نجي ندير بحالك انت كل ريحتك خانزه بالتقاش انا نايضه بحالي وهي دابا راه حد راه دوك الناس جاوا ولا بغيتي نشوف لك معاهم اختي انا نعطيك راهم جايين من الله اما تعطيني ما نعطيك ما تعطيني ما نعطيك العطي الله
هنا لصقا 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 فيك لو سكوتش. شوف شوف راه دوك الناس جاوا ولا بغيتي تشوفهم شتي دايره بحال هكا بحال هكا شي دخلها هذه ولا لا خرجه. شوف دوك الناس جاوا اللي غادي نشدك منهم ديك 10 دراهم الا بغيتي نوريهم لك باش تشري معاهم معرفه. شندير انا بعد 10 دراهم والناس وهاد الناس شنو قلتي 10 دراهم نوريهم لك باش تشري معاهم معرفه. وعلاش شندير الناس زوينين انت شاريه معاهم معرفه وسيري عنده ونوريهم لكم نتايا واش ندير بهم انا كنعرفهم شنو ندير بهم انا واش حال ديك الهضره يا خويا ما كتقاداش يا اما تسكت يا اما تهضر ما تسكتش. شوف دابا نوريو لك ما خسرتي والو غادي نوريك واحد راهم جايين واحد الاتجاه غنوريهم لك وغاتشوف وغاتمشي بحالاتك. غنمشي اصلا جاني نحكي خليني تقطع عمرك واحد الدراري لهيهات هذا شفتهم شفتهم ماشي والو هازين والو واحد الكاميرا لهيهات كتصور برانك صحابني انا تدوي بصح تيما دابا واش منين كنت شويه تهضرك بصح شنو باينه فيا؟ باينه فيك لصقع لصقع الله اخويا الله يا خويا شو هذا عيب فراك هاني ما دوز معايا هاني قلنا شي حاجه قدام كمان شكرا عليكم شوف هادشي غير الضحك وسمح لي على اي حاجه قلتها لا عادي سمح لي حيت الدرون جيتك وتبغى يصير رجع للظليل انا يا خويا هنا راه دوختني الشمس شكرا واخا قلنا بدا سميتك محمد شرف كذا محمد شكرا سمح لي لا فيديو سالات كنتمنى تكون عجبتكم وهبطوا دابا لي كومونتير لتحت خليوا لي اي فكره تبغيو تشوفوها ودوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك. السلام عليكم.